السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي وأصدقائي، راح أكون معكم برنامج أبو شنب، برنامج أسبوعي. راح أكون معكم الشيف ضرار البياضي والشيف سعد البياضي والشيف أنس البياضي، حلقات أسبوعية إن شاء الله، حلقات تدريبية من مطبخ أبو شنب. أهلا وسهلا فيكم. راح نبلش بأول حلقة مطبخ أبو شنب. صار جاهز يا حبايبي. حرف الـ A. شايف؟ طبعا زينة بسيطة جدا، طريقة سهلة كثير. تعال يا شيف سعد، تعال عندي هون يا شيف سعد. الشيف سعد راح يكون معنا ان شاء الله في الحلقات الجاي. السلام عليكم. وراح يكون معنا ان شاء الله الشيف أنس البياضي. يعطيك العافية. أنا بنعمك. مرافقه الشيف سعد البياضي. إن شاء الله حنطلع في حلقات تفصيلية نشرح لكم طريقة عمل الكيكة والكريمة والحشوات، ونعطيكم رسميات بشكل تدريجي إن شاء الله. فتابعونا إن شاء الله مطبخ أبو شنب.